فنان كبير عظيم ليه معزة كبيرة جدا عندي على المستوى المهني وعلى المستوى الإنساني، الأستاذ جورج بهجوري، واحد من أهم رسامين الكاريكاتير على مستوى العالم، واحد من الأهم على مستوى العالم دون مبالغة. انتوا عارفين أستاذ جورج بهجوري لما بيجي يرسم بيرسم بطريقة الخط الواحد، يعني يحط القلم بتاعه على الورقة ما بيرفعوش غير وهو راسم الرسمة اللي هو عاوز يعملها. فكان ليا حظ جيد ان هو رسمني مرات من كام سنة، 7-8 سنين كده، فانا طبعا محتفظ بيها دي يعني عليها جورج بهجوري الامضة، مفيش بعد كده. بهجوري يحتفل بذكرى ثورة 30/6 بطريقته شديدة التميز، وقدر بطريقته دي ان هو يعمل محاكاة للواقع المصري قبل 30/6 وبعد 30/6. تعال نشوف. منذ الطفولة، طفولة مبكرة، يعني بتشخبط كتير جدا، ومش عارف ليه أنا كنت غاوي الحكاية دي. أنا مولود في بهجورة، بهجورة خلتني أتعلم الرسم أكتر. كل البيوت هناك مزخرفة بطريقة عفوية أو عشوائية، وأنا كان لازم أخرج من الزخرفة. جميع صحف في العالم اتكلمت على مسابقة كاريكاتير كنت باخد فيها جوائز، ساعات الأولى الجائزة الأولى، وساعات أحيانا الجائزة الثانية أو الثالثة. في ملتقى الثورة 30 يونيو اشتركت بلوحات كثيرة تعبر عن الثورة الجديدة. أنا كنت متقدم جدا مع الثورة بحيث إنها تنجح مع الرسوم. كل أفكاري الكاريكاتيرية عبارة عن آراء، فأنا يعني سعيد جدا بإني أعمل علاقة بين الكاريكاتير وبين المجتمع. الكاريكاتير في حياتي عبارة عن رأي وآراء كثيرة، وإنه هو دايما بينقد المجتمع.